أنا لا أرى، يعني إذا الأخوة السماح سيد مقتدى والأخوة الصدريين يسمعوني، لا أرى مصلحة في استمرار مقاطعة التيار الصدري للعملية السياسية. هم مهتمين، ما أقول هم يعني أنا أشوف بعض التغريدات سيد الصدر مهتم بالوضع العام بعد داخل في ضمن الوضع العام. بهالحالة لا أرى مصلحة من المقاطعة. خلي تصير أسس كيف نتعامل، أسس بشكل نخدم المسيرة إلى أمام. أنا أتصور إذا أكو معارضة مسؤولة وعندها رؤية يكون نافع، لأنه غالباً بالحكم إذا ما حد يسمع صوت آخر قد يمشي بطريقة صحيح. هذه رسالة لسماحة السيد بشكل خاص وأيضاً للتيار؟ أتمنى أن يسمعوني في هذا. أنا لا أرى الاعتزال مع اهتمامهم إلا إذا أرادوا يعتزلون السياسة، وهذا لا أرى، أنا ما شايف اعتزال سياسة. فأتمنى أن يصير مشاركة حقيقية في العملية السياسية سواء معارضة أو سلطة.